السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وشاكم ميشاتي، إن شاء الله تكونوا كل بخير. اليوم جبت لكم غوتي يحبوه الولاد، لكن بطريقة اقتصادية وسريعة التحضير وبحشوة مميزة. اليوم عندنا لي كريب اللي هما يشتيهم الولاد الصغار والكبار. نخليكم درك مع الوصفة. الوصفة راح نشوفوها سهلة مهلة سريعة التحضير ويدارو في الساحة دي كريب. الوغ وش اللي عندنا؟ عندنا زوج كيسان انتع فارينة، ربع كاس انتع سكر، اون بانسيت سال، مغرفة انتع لافاني، ثلاث كيسان انتع حليب بارد، عظمة ومغرفة كبيرة انتع زبدة. راحين نبداو نحطو في البلاندير نتاعنا. طبعا اللي ما عندهاش بلاندير دير ان بول وتحرك بالفوي عادي جدا. نبداو نحطو، انا بديت حطيت زوج كيسان تاع الحليب، من بعد كنحط الفارينه ونخلط. اذا شت القوام تاعها خاتر بزاف يعني تقيل، نبدا نزيد الكاس الثالث نتاع الحليب بشويه ونشوف. هي القاعده انك كل ما كان الكريب تاعك ليكيد كل ما كان رقيق، كل ما كان الكريب لاباريا كريب ثقيل كل ما كان الكريب تاعك كي تخدميه يجي خشين شويه. الوغ لهنا حطيت الحليب، السكر، زدت المغرفه تاع لافاني، دوك نزيد شويه تاع الملح والفارينه. ولهنا راح لي مقطع اللي حطيت في نصه، حطيت الحبه تاع العظمه في نص البلاندير. اسمحوا لي على كل حال، لكن اي كان عظمه يتحطت في البلاندير عظمه كامله. اي نورمالمون لي كريب يجيو بثلاثه اربع عظمات. هذه الوصفه هذه بالطريقه هذه تجيكم رائعه وبلا ما تكثري العظام، يعني عظمه تزهي بها العيله تاعك. المكونات كل حطيتهم ونخلط مليح. نخليو غير الزبده ما نحطوهاش، عباره عن مغرف نتاع زبده، مغرف كبيره. ها هو الخليط نتاعي كملت، درت له الكاس الثالث كامل. شوفوا كيفاه راهو خفيف. طبعا ما تحكموش عليه هكا لانه كي يقعد 10 دقائق باش يروبوزي شويه، هذيك العشر دقائق راح تتنفخ الحبه نتاع الفارينه لداخل وراح يزيد القوام نتاعو يتقال. اذا كي يجيكم خفيف بزاف ما تخلعوش، عادي جدا. دوك انايا رحت دوبت الزبده، دوبتها رجعتها نوازات، يعني تعود تغلي هكا حتى ما تتحركش، تقرب تولي فونسي، ونحطوها في الخليط هذاك ونخلطو. هاد العفسه هذه تاع الزبده نوازات تمد الكريب ذوق مميز. الوغ عندي مقله كريب يعني اونتي اديزيف، نحط اللوش نتاع الخليط نتاعي، نحطها على نار متوسطه ونستنى حتى لي بوغ نتاعها يوليو حمر، يعني يوليو فونسي بارابور لاباط. كي نشوفهم هام ولا فونسي نحيهم بلا سباتول بالعقل طبعا، وندور لا كريب نتاعي. ما تحرقوش اي حاجه، طبعا ما تلصقش المقله. طبعا نصيحه يعني مني ليكم انكم كي تشريو مقله تاع الكريب تخليوها غير لي كريب. انا المقله هذه ما نجبدها غير كي ندير لي كريب، ما نجبدهاش في اي حاجه اخرى الا لي كريب. فوالا هذه الاولى درناها مع بعضنا، ونزيدو نكملو نديرو الثانيه والثالثه باش هكا الناس كل تشوف وتتاكد من الطريقه صحيحه. شوفوا نحيت الاولى، المره الاولى ني دهنت، تحبي تدهني شويه المقله تاعك دهني على روحك، مي انا جي با يو بيزوان باسكو لي اونتي اديزيف ومن نوعيه جيده. هاني درت الثانيه، طبعا تصبوا هذيك لالوش تاع لاباري تاع الميلونج تاعكم وتحركوا المقله هي اللي تجيب لا كريب، ماشي تيطاليو بلا لوش ولا لا لا، غير دوري المقله تحكم روحها. شوفوا هكذا دوك نستناها الحراف نتاعها، ما نقيسهاش حتى الحراف تاعها يوليو قوي، ما تقيسوهاش، خليوها هكا طيب على نار متوسطه، لا خفيفه ولا ثقيله.
لازم النار متوسطه، وكي تنحيها تجيك سهله. شوفوا كيف بداو يحمروا دوك الحرف، كي نشوفهم حمروا مليح نحيهم. ها شوفوا، يعني كل شو باين موضح في الصوره، يعني في الفيديو. والقاعده انكم لاباط كي ديروها ثقيله لا كريب تجيكم خشينه، لاباط ديروها خفيفه لا كريب تجيكم رقيقه. هذه هي، لازم تلقاو لو جوست ميليو هكذا. شوفوا نحي لي بور طبعا بلا سباتول ولا اون بوا، ونقلب كيما الاولى. هذه الثالثه والاخيره، ها شوفوا نصب ويدي تحرك المقله، ماشي نبقى نصب حتى تفيض، لا لا، يدي تحرك المقله دير ان تور خلاص يتقاسوا البلايص بكل. سي بور سا كي تعود لاباط ليكيد تجيكم بيان لا كريب تاعكم. فوالا نفس الشيء، نسناها حتى ندير الحراف ونحيها. راني نسنى فيها تحمر الحرف تاعها، طبعا لازم تعطيو لها الوقت اللازم وما لازمش تلهفوها باش ما تحرق لكمش. وحبيت نقول لكم سمحوا لي على صوتي هذا اللي ما حبش يتعدل، نهار مرت ما حبش يتعدل الصوت نتاعي، سمحوا لي على كل حال. وطبعا نشكر الناس اللي مابونيو ويتبعوا فيا، والناس اللي ابوناو جدد مرحبا بهم، ولا الناس اللي يدعموا القناه نتاعي. الحمد لله الحمد لله، ناس كتير يتسقسيو عليا ويشحلوا عليا، يعني كيما يقولوا صافي شوكر. انا تشجعني هاد الامور هذه باش نقدم لقدام وباش نزيد ندير الوصفات. فوالا انا قلبتها للجهه الاخرى باش تطيب، ودرك نروح نحشي لي كريب تاعي. الوغ باش نحشي لي كريب تاعي شريت لي بار شوكولاتي فوري ولي، شوكولا فوري ولي، ما نقدرش نذكر الماركه لكن بكل يعرفوهم، دوك كي تشوفوهم تعرفوهم. تحبوا ديروا لا كريب على الجهه هذه وتحطوا لا بار شوكولاتي هكذا، تقسموا الطرف وتدوروا، وهي سخونه لازم مباشره، هي سخونه. شوفوا انا وحده يطيب وحده نرولي فيها، ودوك نزيد ندير لكم وحده، بصح نديرها الكوتي الاخر، الكوتي الدخلاني هو اللي رجعته البراني. فوالا قلبتها شوفوا، فوالا، ونحط هذيك لا بار شوكولاتي نقسم. شوفوا من داخل هذيك لا بار شوكولاتي كاينه لا كريم دولي، لي سون تري 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 بون سورتو افيك لي كريب. ومن بعد كي تحطهم سخونين يدوبوا لداخل. شوفوا ها هي لا كريب نتاعنا، ودرت ان بيتي جو موخيتو افيك القارص والنعناع، شويه سكر. واش نقول لكم، غوتي من الدرجه الاولى، 5 نجوم، يعني غوتي يعني اكسيلونس. فوالا بالصحه والراحه عليكم، هذه كانت الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى عجبتكم. ما تنساونيش بالتشجيع باللايك والكومونتير، وما تنساوش اللي مازالت ما ابوناتش تابوني في القناه نتاعي، ومرحبا بكم بكل عندي. القناه تاعكم ماشي تاعي، نتوما اللي تطلعوها وانتوما اللي تبغيوها. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونخليكم مع الصور لاخر الفيديو.